الانجليزي مثلا بيقول ايه؟ هو اسمه مين ده؟ وفي واحد تاني اسمه ألبير كامو، ده فرنسي، كاتب فرنسي، قال من 60 سنة ان الوعي اذا خلى من اي موضوع او حدث فشل هذا الموضوع. اذا بالتالي لازم اتعرف يعني ايه حوار وطني، ايدنتيفيكيشن، وبعدين اتكلم على ايه اهداف. كلمة الحوار لغويا التشاور والمشاورة. طيب اصطلاحيا تداول الحديث مع اطراف باسلوب هادئ وملتزم ومدعم. طيب ده الحوار. طيب عمليه بقى الوطن ارض ويا شعب عندها موارد عندها خيار بتسعى الى الافضل في شكل شبه منغلق لان لها حضارتها وعاداتها وتقاليدها وتراثها. طيب يعني ايه بقى حوار وطني؟ حوار وطني هو تبادل كافة أطراف وأطياف المجتمع ضد التحديات اللي بتواجههم. ليه؟ علشان صياغة دولة وطنية وتنمية مستدامة في ظل المواثيق الدولية والقانون الدولي. طيب عرفنا التايتل والإيدنتيفيكيشن. طيب نتكلم بقى إيه أهداف سيادة الرئيس السيسي من الحوار الوطني؟ لو ما عرفش الأهداف يبقى الموضوع ده اللي احنا بنتكلم فيها ان فين. اول هدف لسياده الرئيس انشاء دوله وطنيه اللي هي الجمهوريه الجديده، وشهد شاهد من اهلها مايكل كان مايكل هانا الامريكي الاستراتيجي قال في عام 2016 هناك مبدا جديد ظهر في الشرق الاوسط يسمى بالدوله الوطنيه عن طريق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي تعني، ده هو اللي بيقول، هي تعني دولة مستقلة لا تسمح بالتدخل في شؤونها، تحمي حدودها، تحمي الأمن القومي، تحمي حقوق الإنسان وحقوق الأقليات. دي أول هدف من أهداف سيادة الرئيس.